اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. يمكن أن تعني القوة أشياء مختلفة لأناس مختلفين. البعض يربطها بالمال، والبعض الآخر يساويها بالقوة البدنية. ومع ذلك في هذا الفيديو اليوم نحن نساوي القوة بالقدرة على التأثير في غرفة مليئة بالناس والتألق بينهم كقائد أو شخصية مهمة يتبعها الآخرون. هل شعرت يوما أن بعض الأشخاص يتمتعون بهالة أقوى من الآخرين؟ يشعر الناس دائما بالرهبة عند حضورهم، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص قادة رأي أقوياء في أي مجموعة أو موقف. في أغلب الأحيان تنتمي هذه الشخصية القوية إلى بعض علامات الأبراج. أيضا قد لا ينطبق هذا على كل شخص ينتمي لهذه الأبراج، فهناك دوما بعض الاستثناءات، لذا ضع ذلك في الاعتبار بالتأكيد. تابع معي لنكتشف في هذا الفيديو من قناة رويش تي في من هي هذه الأبراج الستة التي لا ينبغي العبث معها. في المرتبة السادسة على قائمة الأبراج القوية التي لا ينبغي العبث معها برج السرطان. يعتبر السرطان من أكثر الأبراج حساسية وصداقة، وهو على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى لحماية أحبائه، مما يجعله من أقوى الأبراج. مواليد هذا البرج دائما ما يعطون إحساسا قويا بالموثوقية والراحة للأشخاص من حولهم، ولهذا السبب يثق الكثيرون بهم في حياتهم، وغالبا ما يكونون أول من يذهبون إليه عندما يحتاجون إلى حل. تختلف القوة الخاصة التي ينضح بها مواليد السرطان عن ترهيب الناس أو تخويفهم، لكنها تتماشى بشكل أكبر مع خطوط الموثوقية وحل المشكلات. في المرتبة الخامسة على قائمة الأبراج القوية التي يجب ألا تعبث معها برج الثور. الثور عنيد ولا هوادة لديه. عندما يكون مواليده غاضبين ليس هناك الكثير مما يمكنك قوله لتهدئتهم، وفي الواقع عادة ما يغضبون لأسباب محقة، هم فقط يحتاجون إلى الوقت ليهدأوا. عندما يكونوا محبطين يمكن أن يعلو صوتهم، لديهم القليل من الصبر على أي شخص يضايقهم عندما يكونوا غاضبين. تأتي قوتهم من طبيعتهم الحاضنة لمحيطهم التي تؤسسهم كأشخاص مهمين يمكن اللجوء إليهم وقت الحاجة. بالإضافة إلى كل ذلك، إنهم مستمعون طيبون للغاية ورائعون، وهذا ليس أقل من هدية لمنكسري القلوب والأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة في الحياة. في المرتبة الرابعة على قائمة الأبراج القوية التي يجب ألا تعبث معها برج العقرب. تشتهر العقارب بكونها شغوفة للغاية ومكرسة للأشياء التي تضعها في ذهنها وقلبها. علاوة على ذلك، لديهم قوة لا تصدق على قلب الأمور، مما يمنحهم القدرة على قيادة الناس. لقد تم الإشادة بهم بشدة لتفانيهم الدائم وموقفهم تجاه مآثرهم، ونادرا ما يتم تثبيطهم في مسيرتهم. سوف يساعدونك في أن تصبح أكثر صرامة عندما تغدو الأمور صعبة. برج العقرب حازم ويحب أن يكون على حق. لدى مواليده ضغائن ولا يتخلون بسهولة عن كل ما يضايقهم. يمكن أن يكونوا سلبيين، عدوانيين، ويبدون ملاحظات بذيئة للآخرين عندما يكونوا غاضبين. على الرغم من أن برج العقرب عادة ما يكون هادئا وباردا، إلا أنه يمكن أن يغدو أيضا لئيما وسيئا عندما يغضب. البرج الثالث على قائمة الأبراج القوية التي ينبغي عدم العبث معها برج الجدي. الاستعداد والقدرة على التكيف مع تقلبات الحياة هي قوة نريدها جميعا في أنفسنا ولا يتقنها سوى الجدي. مواليد هذا البرج جاهزون لكل جانب من جوانب الحياة، وهذا يأتي بعد الكثير من الممارسة والعمل الجاد.
الجدي هو أيضا سيد تعدد المهام، ويعرف بالضبط كيف يجب على المرء أن يتعامل مع مشكلة ما، وكيف يمكنك تحويل الأعداء إلى أصدقاء. عادة ما يوصف برج الجدي بأنه يتحمل المسؤوليات مهما كانت كبيرة وشاقة. لا تكون لديه نوبات انفعالية عاطفية، ولكن في بعض الأحيان يغلب عليه غضبه. إنه متعال للغاية عندما يكون غاضبا، وسوف يلوم الآخرين. البرج الثاني على قائمة الأبراج القوية التي ينبغي عدم العبث معها برج الحمل. جزء من الحقيقة حول الحملان هو أنهم صبورون للغاية، وسيبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المهمات، وهذه سمة شخصية مذهلة يمتلكها معظم هؤلاء الأشخاص. علاوة على ذلك، هم من كبار المبتكرين والمبدعين بفطرتهم، مما يمنحهم القدرة على التأثير وقيادة الناس. لدى الحملان أيضا قدر كبير من الوضوح في التفكير، مما يجعلهم يقفون على الحياد، وهذا ما يساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح. يعرف الحمل بشكل عام بكونه مجازفا، ويتصرف وفقا لغريزته بقدر كبير من الاقتناع، وهو ما يجعله أكثر موثوقية وكفاءة. في المرتبة الأولى أقوى برج على القائمة الذي يجب عدم العبث معه برج الأسد. إنه القائد الرسمي في عالم الأبراج. يعرف الأسد بصفاته القيادية المثابرة المثالية. هو شجاع مخلص ومبدع بشكل عام. مواليد هذا البرج يعشقون الأضواء وأن يكونوا هم في مركز الاهتمام. إنهم مبتكرون رائعون ويحبون العمل على شيء مختلف ومهم. لا يريدون أن يتم احتواؤهم في حياة تشبه الصندوق المصغر. إنهم مدفوعون بأحلامهم وطموحاتهم، ولن يسمحوا لأحد بالوقوف في درب أهدافهم. اكتب لي في التعليقات ما هو البرج الفلكي الذي تنتمي أنت إليه، وهل تعتبر نفسك من الأبراج القوية أنت أيضا؟ وعلينا الحذر من العبث معك.